إذا عندك سيارة بطلة زي هذه وعايز تشبكها على البلوتوس، فيها خاصية البلوتوس وعايز تشبكها على البلوتوس. الآن نشرح لك كيف تشغلها تشبك الهاتف من الجوال، تشبكها على السيارة عن طريق البلوتوس. بعض السيارات تيجي فيها إشارة البلوتوس هنا، وبعضها يجي زي كده مود. أيوة كده واضحة. الحين لو هذه العلامة بلوتوس أو مود اضغط عليها، أيوة، وتروح على جوالك تعمل بحث، تجيك باسم واي اكس او كار، هيجي لك اسمها مختلف كده. شبكت مع الجوال، شبكت كده، اشتغلت على السيارة. على الصوت من عندك شغال، خلاص كده السيارة شبكت بلوتوث من السيارة